اختياراتي دايما غلط. اهلين واضح نور كديكي. اكتر حاجة مجنونة بجد، انا سبت بلدي وجيت امثل هنا في مصر، دي اكيد اجلنا حاجة انا عملتها. اكبر حلم ليا ان انا لسه عايزه امثل اكتر، وان انا لسه عايزه اقف قدام نجوم كبار اكتر واكتر، وانا لسه عندي طموح اكتر من كده بكتير. لو رجعت بالزمن لورا اغير ايه؟ حاجات كتير. مش عارفه، بس في حاجات كتير كان لازم اغيرها في حياتي، زي اختياراتي مثلا، في حاجات بختارها غلط. اختياراتي دايما غلط. لا اقول لك انا كذبت، بس ما اقدرش اقول لك انا كذبت قلت ايه. بس كذبه بيضه اكيد، يعني عشان اعدي موقف اعدي حاجه. اغرب ايه؟ عاده اني اول ما اصحى من النوم اقعد اكلم صاحبتي يعني على طول. اكتر شيء بيضغط عليا وبيخليني متوترة اكتر من اي حاجة تانية في حياتي، ان انا مثلا لو يعني لو مديونة، الدين هو اكتر حاجة بتضغط عليا في حياتي وبكرهها، ما بحبش تسيطر عليا ابدا. لو كنت غير مرئية لمدة يوم واحد بس، هروح للمنتجين لو ليا بقى فلوس عندهم اخدها وبزيادة. هروح لصاحبتي ياخد موبايلها فتش كل اللي فيه. هلم كل الموبايلات كلها واعرف كل الاسرار. كتير مين فينا ما بيتكلمش مع نفسه؟ لو ما اتكلمناش مع نفسنا مش هنبقى نسعى عليه. هو انا بامن بحاجه واحده بس، اني انا ما ازعلش وما شلش جوايا من اي حد، وان انا اعمل ابديت اليوم كل يوم احسن من التاني، وان انا دايما عندي امل في بكره. شكرا واضح. باي.